إبراهيم عبد القادر بن بشير، فنان تشكيلي وخطاط ابن المنطقة الشرقية، رئيس جمعية فرنسية مغربية للفنون، مدير مدرسة للفنون بمدينة توريت، كانت الأولى من نوعها على الصعيد الجهوي، والحمد لله نالت واحد الإقبال كبير من طرف مجموعة ديال الشباب من الجيل الصاعد، وكان نخدم معهم بواحد الطريقة يعني أكاديمية وكذا طريقة تطبيقية وفطرية. هنا من ساحة محمد السادس بطلب من عامل إقليم توريرت وكذا، وبدعم من شركة بلاد لتصبير الزيتون الدولي وكذلك المجلس البلدي وبعض جنود الخفاء من أعوان سلطة إلى غير ذلك، حاولنا باش نديروا هذا العرس الفني الذي كان تاجه أكبر لوحة زيتية في العالم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بولي عهده بالزي التقليدي، لها معاني ودلالات، هي لوحة تنطق وتتكلم، وهي رسالة مني لجميع الفنانين المغاربة ليعبر كل فنان بأحاسيسه أو أنامله أو بصوته أو بشعره إلى غير ذلك عن مدى حبه لوطنه وملكه، وها أنا اليوم عبرت عن حبي لملكي بأكبر لوحة زيتية. أردت أن أصنع الحدث، أردت أن أصنع معلمة تاريخية هنا بمدينة توريرت، كذلك قمت بمعرض تشكيلي حاولت أن يدخل في إطار عودة المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي، كانت لوحة زيتية تاج هذا المعرض، عبرت هي لوحة زيتية لصاحب الجلالة وهو يرتدي الزي ويخطو خطواته عبر التراب الإفريقي ليمزج العلاقات الثقافية والرياضية والاجتماعية، وكل هذا يصب في مغرب الغد، مغرب التنمية، مغرب الارتقاء بجماليته وبثقافته. هو معرض، وكذلك استدعينا مجموعة من الأفارقة ليحضروا معنا في هذا المعرض التشكيلي. كانت 60 لوحة زيتية في هذا المعرض، جسدت فيها المرأة الإفريقية بزيها الجميل وبلونها الجميل، وكذلك حاولت أن أمزج مع هذه اللوحات بعض الثقافات المغربية وبعض الأشكال التي تعبر عن الأرابيسكات والفسيفساء المغربي والثقافة والصناعة التقليدية المغربية، مما أعطت لوحة جميلة جدا. أشكر من هذا المنبر ممثلي وسائل الإعلام الذين بفضلكم دائما أقولها، لولاكم لبقي الفنان داخل الأسوار الأربعة. إذن أنتم الذين تخرجون الفنان من الأسوار الأربعة ليخرج إلى الوجود ويعبر عن طاقته الفنية، وهنيئا لنا جميعا بهذه اللوحة الزيتية التي يبلغ بعدها 150 متر مربع ووزنها 100 كيلوغرام في الثوب، وهي لوحة زيتية ليس من السهل باش خدمتها، ولكن الحمد لله وبتشجيعات المسؤولين ديال توريرت وبالفضل ديال الله ورضات الوالدين ربي يسخر، وهذه ان شاء الله نتمنى باش تكون واحد السنة حميدة لكل فنان يبدع ويخلق الحدث. وشكرا جزيلا لكم والله يحفظكم.